everybody. How are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد. و today's lesson, درس اليوم سيكون رائع جدا لأنه سيدرب الطلاب الذين يحتاجون أن يحسنوا قراءتهم في اللغة الإنجليزية. A lot of students, الكثير من الطلاب face, يواجهون serious problems, مشاكل جدية فعلا عندما يقرؤون كلمات باللغة الإنجليزية. يعني الطلاب الذين في الفصل والطلاب الذين في الجامعات أو غيرهم يواجهون مشاكل عندما يطلب منهم أحد أن يقرأوا الكلمات أو يقرأوا الجملة الفلانية. لذلك اليوم إن شاء الله I will try to do my best, سأحاول أن أعمل كل ما بوسعي to help you, لأساعدك to achieve your goals, لاجتياز أهدافك للوصول إلى مرحلة جيدة تستطيع أن تقرأ أي كلمة إنجليزية أو تتدرب أن تقرأ الكلمة الإنجليزية. طبعا I will give you a chance, سأعطيك فرصة. أنا أريدك من في البداية أن تقرأ جملة جملة, والجملة تعني عندما تنتهي full stop أي نقطة. أريدك أن تحاول أن تقرأ الكلمة الأولى والكلمة الثانية والثالثة والرابعة إلى أن تصل إلى full stop. ثم then I will, أنا سوف read it, سوف أقرأها أي الجملة, وأقرأ التي بعدها وهكذا. سنغطي في هذا الدرس إن شاء الله جميع الاحتمالات, يعني لماذا نطقت هذه الكلمة بهذا الشكل, لماذا لم ننطقها بذلك الشكل, لماذا أنت محتار أنك المفروض تنطقها بهذا الشكل وهي نطقت بهذا الشكل. إن شاء الله من خلال هذا الدرس سيكون مفيد جدا لك أنك إذا وجدت كلمات مثل هذه حتى في المستقبل ستصبح لديك مهارة القراءة أفضل يعني بكثير مما سبق, يعني much better than before, أفضل مما سبق بكثير. طيب إذا ما نظرت إلى السبورة وحاولت أن تقرأ الجملة الأولى, طبعا you can stop the video, أنت يمكنك أن توقف الفيديو. أنا I don't want to waste time, لا أريد إضاعة الوقت, ولكن سأبدأ بكلمة كلمة, يعني مثلا مثل هذه الكلمة. أتوقع أن البعض قد ينطقها سين واو ميم ثم فيقول سم. يا عمي الله يبعد عنا السم وعنكم إن شاء الله. لا يا سيدي, هذه الكلمة تنطق سم. ومباشرة يأتي سؤالين. السؤال الأول, أليست الأو هذه مثل الضمة أو الواو؟ أليس من المفروض أن أقول سين ثم واو فتكون نطق الكلمة سو؟ ركز معي, الأو هذا, الأو حرف الأو ينطق إما مفتوح, وهو في أغلب الحالات مفتوح. مفتوح كيف يعني؟ مفتوح مثل الفتحة. الفتحة أنا مش فاهم اللغة العربية. مفتوح يا أخي, هناك مفتوح وهناك مكسور. يعني إذا 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 اخترنا حرف في اللغة الإنجليزية فليكن مثلا الإف, هذا الإف إذا وضعنا الأي فيصبح الإف هذا مفتوح فتصبح فا, إذا وضعنا إي يصبح الإف هذا مكسور في, مثل اللغة العربية هذا الفاء إذا وضعنا فتحة فوقه أصبح فا, إذا وضعنا كسرة بدل الفتحة تصبح في, وإذا وضعنا ضمة المفروض أنها تصبح الإف هذا يصبح مضموم فينطق المفروض فا. ولكن صحيح أن الأو له نطقين, ركز معي, مفتوح ومضموم, لكن أغلب حالاته مفتوح. أغلب حالاته يعني ينطق مضموم, نعم ينطق مضموم, ولكن أغلب حالاته ينطق مفتوح. فلذلك لا تنطقها سم وانطقها س سم. طيب هذه كانت المشكلة الأولى التي عانى منها البعض. البعض الآخر يقول أن الإي, أن الإي يعني أنت درستنا مسبقا يا أستاذ أن الإي هو كسرة وما يعادل الفي, يعني كما قلت أنت فاء إي فتحة إف إي يعني كسرة. كلامك صحيح, لكن الذي لا تعرفه أنت أن الإي, الإي حرف الإي إذا جاء في آخر أي كلمة لا ينطق. كيف يعني؟ قاعدة عامة؟ قاعدة عامة يا سيدي, يعني أينما أجد الإي في آخر الكلمة لا أنطقه؟ لا تنطقه. طيب سنجد كلمات, سنجد كلمات
أن الإي موجود في آخر الكلمة، هنا موجود، هنا موجود مثلا في هذه الكلمة، يعني سنرى كيف أننا لن ننطقه يعني. طيب مثل أيضا هذه الكلمة، يعني كل شيء موجود لا تقلق. طيب إذن القاعدتين التي خرجت بها الآن أن الأو في غالب الأمر ينطق مفتوح، وخصوصا باللهجة الأمريكية. الإي في آخر الكلمة لا ينطق، اتفقنا؟ سم وتعني بعض. طيب الكلمة الثانية، الكلمة الثانية كيف نقرأها؟ نقرأها friends، friends، some friends، بعض الأصدقاء. طبعا البعض يعني يقول أنا الإف لا يوجد عندي مشكلة فيه، والآر لا يوجد عندي مشكلة فيه، أنا عندي مشكلة بالآي والإي، يعني كيف النطق هنا، كيف تم نطقهم؟ يعني آي هو كسرة والإي كسرة، فأصبحت كسرة وكسرة، يعني أنت لو في معك كسرة وكسرة، كسرة أصبح مكسور، فيصبح فاء راء ثم كسرة، فأنت ستنطقها فري 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 فري، ثم نون ثم دال ثم إس، فتصبح فري فريندز فريندز. من خبرة تدريسي، من خبرة تدريسي لأكثر من 22 عام، البعض لا يعرف أنه ينطق الكلمة بشكل خاطئ إلا إذا سمعه أحد، واحد يقول مثلا لا وضح لي عشان أنا أتأكد أني لست من أولئك الأشخاص الذين ينطقون الكلمة بشكل خاطئ وأنا لا أشعر. يعني مثلا أطلب من بعض طلابي أن يقرأ هذه الكلمة فيقرأها فريندس، فريند إس، هو يقرأ الإس كأنه إس، وطبعا إس الجمع لأنه فريند صديق، وفريندز أصدقاء، هو يتوقع أنه فريند ثم يضاف الإس فريندس. والحقيقة أنه لا، أنت إذا ما نطقت الإس تنطقه مثل السين، يعني فريندز 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 فريندز، وليست فريندس فريندس، لا فريندز فريندز، وتعني أصدقاء. some friends بعض الأصدقاء، وهنا كلمة a ثم n ثم d وتعني و، تنطق ماذا؟ يعني ال a ألف ثم نون ثم دال، and and and، واضحة. some friends and I، أنا، بعض الأصدقاء وأنا، went، هنا تنطق الكلمة went، ويسأل أحدهم لماذا؟ واو كسرة نون تاء، واحد يقول حبة حبة علي، ما هو أنت لابد عقلك يكون متعود أنه يعرف إذا ما رأى الدبليو أنه واو، وعندما يرى الإي أنها كسرة، وأنه إذا ما رأى الإن أنها نون، وأنه إذا ما رأى التي أنها تاء، فأوتوماتيكيا عقلك يكون متدرب واو كسرة نون تاء went went، والwent هي ماضي go يعني يذهب، go went ذهب. إذن some friends some friends and I بعض الأصدقاء وأنا، and I وأنا، went ذهبنا. هذه الكلمة بسيطة، تاء ثم واو فتصبح to to إلى. هذه الكلمة أعتقد إذا حاولت أن تقرأها واضحة، هل تعرف أن تقرأها؟ واحد يقول مش عارف أقرأها، يا سيدي هي بي بي ثقيلة، ثم ألف ثم راء ثم ياء ثم سين. وقد يسألني سائل من أين تأتي بهذه الطريقة أنت، يعني من أين أتيت بهذه الطريقة؟ يعني أنت إذا ما قرأ يعني اسم محمد أو اسم فارس أو اسم ليلى، هل أنت تقرأها مثلا محمود، هل تقرأ اسم محمود ميم حاء ميم واو دال، أم تقرأه محمود؟ طبعا تقرأها محمود، إذا الميم في كلمة محمود يعني هذا محمود. إذا ما طلبت أن تقرأها، طلبت منك أن تقرأ، فلن تقول ميم حاء ميم واو دال أو مثلا أحمد، أنت لن تقول ألف حاء ميم دال، أنت تقول أح أحمد، يعني أخذت من الحاء جزء أح أح، هو اسمه حاء لكن
نطقه ح ح أح، ثم ميم أحم أحم، لا لن تقول ميم تقول أحمد. نفس الطريقة هنا باريس باريس، الآي هو مثل الياء. طيب ترجمة الجملة، some friends بعض الأصدقاء and I وأنا when ذهبنا to Paris إلى باريس، لام ألف إس تي last last قبل ياء وياء. واحد يقول أنا لا أعرف أنه هذا ياء، يا سيدي أنت عرفت، هل الواي هذا ياء؟ نعم. طب والإي مش أنت قلت أنها كسرة؟ كلامك صحيح، لكن خذها قاعدة جديدة، خذها معلومة عندك، أن الإي إذا ما اجتمع مع الإي أيضا هو ياء، فياء مع ياء في اللغة الإنجليزية أي حرفين متشابهين في النطق ينطقوا نطق واحد. يعني مثلا لو في تي تي، حرف تي وتي ينطقوا تي واحد، هنا ياء وياء ينطقوا ياء واحد فتصبح year. الناس كثير لا يعرفوا لماذا تنطق هذه الكلمة بهذا الشكل، year سنة، last year قبل سنة. إذا هم سافروا إلى باريس قبل سنة. it it ها كيف تقرأ هذه الكلمة؟ it was it was. خذ بالك أنه يعني لها نطقين، يعني في بريطاني أمريكي was إذا ما سمعتها was صحيحة، was صحيحة، يعني كلا اللهجتين يعني لهجة هي. it was واو ألف ثم ز، ليست ليست was لا was بالزاي. لماذا؟ خلاص هي نطقها هكذا، يعني هي تكتب هكذا، لكن عندما يعني مع السنين أصبحت تنطق was وليست was. صحيح أن هذا سين لكن was. it was a great، ها حاول أن تقرأ أنت الكلمة الأخيرة trip. it was a great trip. وقد يسأل أحدهم كيف نطقت هذه الكلمة great great. طيب كيف نطقتها بهذا الشكل؟ جيم راء ثم ياء، great 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 great، ثم تاء راء ياء باء فأصبحت trip trip trip. it was it هنا تعود على الرحلة كلها، it was إنها كانت a great trip، رحلة عظيمة أو جميلة، والصفة هنا جاءت قبل الموصوف. هنا الجملة أعطيك وقت أن تقرأها. we نحن we ها هل تستطيع أن تقرأ هذه الكلمة؟ نحن we in in in. أنت متفق معي أن الحرفين هذو يعني الأولين in، إذا أنت متفق معي جيد متفقين. إنج 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 الثلاث الحروف إنج ج. واحد يقول بصراحة يا أستاذ أنا لا أستطيع أن أفرق بين هذا الحرف وهذا الحرف، يعني هذا الحرف وهذا الحرف، عندما يعني أجدهم بالكلمات أنا اللي أعرفهم أن كلاهما هو جيم. صحيح، ولكن هذا جيم جيم، كيف جيم جيم يعني؟ ما هذا أيضا جيم جيم؟ لا هذا مو جيم جيم، هذا جيم مثل ما نقول جيم المصرية، يعني عندما نقرأها هنا أنا نطقها، لم أقول جريت قلت جريت، لكن هنا تنطق جيم جيم كما قلت لك، يعني إن ج ج ج ج يعني نطق الجيم الطبيعي. إن جويد إن جويد. واحد يقول حبة حبة علي، أعد قراءتها. إن ج ج ج ج enjoy، مش قلنا ان الواي هنا انها ياء، اذا enjoy. الاي دي عاده هي تضاف للفعل يحول الى الماضي، هنا ننطقها enjoyed. طبعا هذه الاي دي غالبا تنطق في اخر الكلمه مثل التي او مثل الدي، فهنا نطقت enjoyed مثل الدي enjoyed. طيب we enjoyed نحن استمتعنا، هل تعرف كيف تقرأ هذه الكلمة؟
الأو إذا ما وجدت في أول الكلمة تنطق مثل الفتحة في أغلب الحالات. مش أنا كلمتك إن الأو مثل الفتحة في أغلب الحالات، ويعني الزمن هيثبت لك يعني. فتنطق هنا our our a ثم واو ثم را our our، وهذه الكلمة time time. وهنا يأتي سؤال مباشرة، أنت قلت أن الآي ياء مثل كلمة باريس وتريب، أليس كذلك؟ وهنا كسرة أو ياء، يعني أين يوجد؟ تقريبا هؤلاء، أنت قلت أنها ياء. نعم صحيح كلامك، أتفق، أعترف، أنا أعترف يعني غير منكر. طيب أليس إذا نطقت ياء المفروض تنطق تيم؟ أنا متفق يا أستاذ مراد أن الإي قلت لنا في أول كلمة أنه لا ينطق، صحيح. طيب إذن هنا احنا اختلافنا على أنه الآي هنا لماذا نطق بشكل مختلف ليس كالياء كما قلت أنت، هذه معلومة جديدة. أنت يعني مثل ما أخذت معلومات أن الإي في آخر كلمة لا تنطق، وأن الأو في غالب حالات ينطق مفتوح، وأن الإي والإي هو مثل الياء، وأن الفرق ما بين الجي والجي أن هؤلاء هذا جيم جيم وهذا، أنت بتأخذ معلومات. الآن بعطيك معلومة أيضا جديدة يا سيدي. هنا قاعدة تقول يعني أو أنه إذا جاء الآي لوحده هو ياء مثل هذه الكلمة trip Paris، يعني هنا آي وهنا آي، لكن إذا جاء آي ثم جاء حرف ثم جاء الإي هنا الوضع يختلف. لماذا؟ هو يقول لك أنه أنت إذا نطقتها بها يعني آي ثم حرف ثم إي فينطق الآي كما هو، مش هو ينطق آي كما هو آي فتنطقه تاي تايم تايم يعني كالآي. ومثل أيضا كلمات مثلا هذه الكلمة لين، لكن إذا ما جاء الإي بسبب الإي آي يعني تطبق الشرط آي ثم إي آي ثم إي فتصبح لاي يعني ينطق الآي كما هو لاين. هذه الكلمة فين بسبب الإي فاين، أخذها قاعدة، خذها قاعدة بنسبة 97%، يعني في استثناءات أكيد في الإنجليزي كله يوجد دائما استثناءات. إذن هذه الكلمة تنطق تايم تايم الوقت our time we نعيد مرة أخرى we نحن enjoyed استمتعنا our time بوقتنا our time وقتنا a lot. شوف هذه الكلمة الكثير يختلف في نطقها. لماذا؟ نرجع نفس المشكلة في أول كلمة ينطقوها اللوت اللوت وهي لا لوت، هذا بالعربي الأو مفتوح. أرجع وأقول لك أنه أغلب حالات نطق الأو هو مفتوح كأنها فتحة. يعني كيف كأنه فتحة؟ يعني كأنه ألف اللات اللات لات وليست لوت. طب ما معناتها؟ كثيرا we enjoyed our time a lot، نحن استمتعنا بوقتنا كثيرا. كلمة we نحن أيضا هنا هذه الكلمة كيف تقرأها؟ تعرف؟ طيب هذه الكلمة تنطق boat boat وهي الماضي من buy يشتري، وهذه went ماضي هي الماضي من go. هو يريد أن يقول نحن اشترينا we bought، ومباشرة يسأل لماذا نطقتها بهذا الشكل؟ أنا نطقتها bought bought. لا، المعلومة الإضافية أن الجي اتش إذا ما جاء في وسط الكلمة لا ينطق. عيد عيد يا أستاذ. الجي اتش جي اتش إذا وجدت الجي اتش في أي كلمة في وسط الكلمة لا تنطقه، هو ينطق إذا جاء آخر الكلمة فاء الجي اتش مثل كلمة مثلا enough love enough يعني كفاية، إذا جاءت الجي اتش في آخر الكلمة ينطق فاء، لكن إذا وجدت في وسط الكلمة فتجاهله تجاهل الجي اتش كأنها ليس لها وجود فتصبح boat
بوت بوت وي بوت نحن اشترينا. نفس الكلمة السابقة some gifts نحن اشترينا بعض some gifts بعض الهدايا. وي ها كيف تقرأها؟ أعطيك فرصة سهلة، هي يوجد فيها الاي دي، اترك الاي دي واقرأ الأربع الحروف الأولى فتصبح وي ستاي ستاي، وأخبرتك أن الاي دي ينطق إما تي وإما دي فتصبح هنا وي ستايد ستايد، لا تقول وي ستايد، لا ستايد، إما مثل التي أو الدي يعني وي ستايد we stayed مثل التي. اوكي we stayed stayed stayed. واحد يقول كيف نطقتها؟ سين تاء الف ياء ثم التي كما خبرتك we stayed in نحن مكثنا وي نحن مكثنا in five star hotel in five star hotel hotel نحن مكثنا في فندق خمسة نجوم hotel فندق. it was نطقناها مسبقا it was ها تعرف تقرأ الكلمة هذه try حاول. الذي يقول طويلة طويلة يا أستاذ، إذا كانت طويلة اقسمها إلى هذا الجزء يعني اقرأ هذه إكس إكس بن إكس بن إكس بن سيف، خلاص اتفقنا أنه لا ينطق في آخر الكلمة إكس بن سيف ثلاثة أجزاء إكس إكس بن بن سيف سيف. والذي يقول على أي أساس قرأتها؟ الإي كسرة مع الإكس فأصبح إي إكس، والبي مع الإي مع الإن مثل كلمة قلم بن بن، والسين ثم ياء ثم في سيف سيف، والإي لا ينطق إكس بن سيف إكس بن سيف غالي. يعني الفندق هو يتكلم أنه مكثوا في فندق خمسة نجوم it تعود على الفندق it was يعني هذا الفندق كان expensive expensive كان غالي. هذه الكلمة but 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 كيف نطقتها؟ باء واليو اليو له نطقين، إما يو يو كما هو يعني اسمه يو ينطق يو، وإما فتحة فهنا نطقناها مثل الفتحة لم نقول بو بو بيوت لا قلنا با با بات بات. مثل أيضا كلمة كات كات أوكي فن تسلية كات يقطع وفن التسلية أو المتعة بات يعني الفندق كان غالي بات إت إت تعود على الفندق ولكنه إت واز يعني الواز ذكرت كذا مرة يعني ولكنه كان ولكنه كان ها حاول أن تقرأ هذه الكلمة حاول أن تقرأ هذه الكلمة الذي يقال طويلة يعني حاولنا أن نحل المشكلة هنا حاول أن تقرر نفس ما عملنا هنا أن تعمل هنا يعني قسم الكلمة قسم الكلمة مثلا الثلاثة الحروف الأولى ثم الثلاثة الحروف الثانية ثم الثلاثة الحروف والأربع الحروف الأخيرة والإي بالأخير يا سيدي أنت عارف أنها لا تنطق متفقين متفقين. طيب ها الجزء الأول هذا كيف تقرأ هذه الحرفين أو ثلاثة الحروف الأولى ها الذي يقول كم لا يا عمي لا اتفقنا أن الأو مفتوح كم 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 ويقول سائل على طول يا أستاذ هناك نقطة أنتم تقولون باللغة الإنجليزية A B C هذا الحرف C وأنت تنطق هنا كاف أنا متخربط لا أنا أوضح لك يا سيدي هذا الحرف ينطق سي فقط إذا جاء بعده آي أو إي أو واي فقط أحد الحروف الثلاثة هذه فقط
إذا وجدت بعد هذا السي آي أو إي أو واي ينطق سي كما قلت. غير الثلاث الحروف هذه ينطق كاف، يعني مثل كلمة مثلا نايس هنا ينطق س، أو كلمة ساي كيل. ركز معي إن هنا نطقنا س لأنه جاء بعدها واي، السي الأولى هناك سي وسي، السي الأولى نطقت سي لكن لأنه لا يوجد بعد السي الثانية لا آي ولا إي ولا واي فنطقت كاف فأصبحت ساي كيل. هذا للذي يقول لماذا نطقتها كاف. نعود للمقاطع الثلاثة. كم هذا المقطع الأول، المقطع الثاني كم فور، كم فور 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 فا واو را كم فور. طيب هتبقى هيبقى معانا الجزء الأخير صح، وهو تذكر الطاولة، الذي يعرف كلمة طاولة الإي كأنه لا ينطق تي تي بول تي بول تي بول. طيب انطقها مع بعض كأنها ثلاث كلمات مع بعض، كم فور تيبل كم فور تيبل كم فور تيبل كم فور تيبل. اقرأها هنا اقرأها هنا كم فور تيبل كم فور تيبل comfortable comfortable comfortable، يعني لما تدمج مع بعض أو تتعود تقرأها comfortable comfortable وتعني مريح، يعني هو يقول أنه كان الفندق غالي ولكنه كان مريح. يعني آخر جملتين هنا كيف تقرأ هذه الكلمة ذا وتعني باللغة العربية ال ذا ها واو ثم ياء ثم التي مع الاتش ينطق ذال. واحد يقول ما كنتش عارف المعلومة هذه، لم أكن أعلم أن التي مع الاتش هو ذا. يا سيد ما فيش مشكلة الآن عرفت، أنت مزعل نفسك ليه؟ خلاص أنت ما كنتش عارف الآن عرفت فأصبحت معك معلومات كثيرة اليوم، بس هذه المعلومات هتفيدك جداً عندما تقرأ في المستقبل وهتسهل عليك القراءة، لأني اخترت كلمات أنا أعلم علم اليقين أنها متكررة والمشاكل أو النطق هذا متكرر في أكثر الكلمات. يعني أنا اخترت الموضوع هذا من تأليفي بس بعناية. يعني the weather الطقس the weather مش كسرة R را weather the weather الطقس. رابع مرة أو خمس مرة تنعاد معنا was قلنا أو was بريطاني أمريكي. the weather was الطقس كان. هل تنطق هذه C أو كاف على ما علمتك أنا؟ هل يوجد بعد C هذا I أو E أو Y؟ لا يوجد، إذا تنطق كاف. cold يعني كاف واو لام دال. واحد يقول أنت مش قلت أنه أغلب حالات الأو مفتوح؟ أنا قلت أغلب وليست كل، يعني في أو ينطق مضموم نعم لكن أغلب، والأغلب يعني 70% 75%، لكن هناك 20-25% نعم ينطق مضموم. cold boat بس هنا الواو لأنه أيضا مع اليو. يعني hotel هناك حالات نعم لكن الأغلب come for وليست حتى for. طيب نعود the weather was cold الطقس كان بارد. cold يعني بارد. ثم قال I am أنا. كيف تقرأ هذه الكلمة؟ sure. والبعض يستغرب لماذا سين الاسم مع اليو، كما لم تكن تعلم أن التي مع الاتش هو ذا فلا بد أن تعلم أن الاسم مع اليو هذه ينطق ش مثل الشين، مثل كلمة السكر sugar وغيرها من الكلمات. I am sure اتفقنا أن الإي ما ينطق صح؟ جميل. I am sure أنا متأكد
هو يقول أنا متأكد I ها كيف تقرأ هذه الكلمة؟ W يا L L L L يعني L واحد. لا تقول لي will لا تقول لي will قل will. واو يا لام will. أنت لما أقول أنا واو يا لام تخيل أنت واو يا لام will I will أنا سوف V يا S يا ثم T visit visit I will visit أنا سوف visit it أنا سوف أزورها it هنا تعود على باريس I will visit it again again مرة أخرى أتمنى أنه أنت تحاول أن تقرأ مرة أخرى حاول أن تقرأ يعني القطعة مرة أخرى وحاول أنك أنت يعني تستفيد مما قرأناه طبعا أنا يعني أو المصور جاب الكاميرا للأسفل عشان نستفيد من موضوع القطعة كاملة عندما نزلنا في الأسفل الآن القطعة أمامك كاملة تستطيع أنك أنت تعيد قراءة مرة أخرى يعني take my advice خذ نصيحتي read it again أو reread it reread it يعني أعد قراءتها ثم اسمع مرة أخرى لمقطعي مرة أخرى يعني شاهد الفيديو مرة أخرى وfind out اكتشف your mistakes أخطائك أتمنى يكون الفيديو فادكم ولا تنسوا الاشتراك واضغطوا لايك وشارك الفيديو مع غيرك ورابط قناتي الثانية في أسفل الشاشة وفائدة ربط قناتي الثانية أن يقوم بدمج دروس المستويات نعم هناك عندي أنا الذي لا يعلم عندي دروس المستوى الأول والثاني والثالث والرابع قمت بدمجها في قناتي الثانية ادخل على قائمة التشغيل وسجدها مدمجة حتى أوفر على الطالب عناء البحث والتعب صحيح أنها طويلة ساعة ساعة ونصف ساعة وربع لكن عدة حلقات مدمجة مع بعض Thank you very much. See you soon. أراكم قريبا مع سلامة الله.